السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ كلشي مزيان؟ ما شاء الله. غادي نديرو مكرونه او لي بات بيشاميل، غراتان بيشاميل. المهم انا درت هنا الزيت، غنحط فيه بصله. عندي هنا بصله متوسطه مشرده ومعها شويه الطريف ديال الجزر، انا مقطعه كلشي، ومعها 3 دروصة ديال الثومة صغيورين، إلا كانوا كبار ديرو جوج. خلوهم يتشحرو، نزيدو عليهم يتشحرو، نزيدو عليهم شوية ديال هاد جزرة وحدة وفلفلة على حسب نتوما اللي بغيتو. ممكن ديرو الى عندكم الكروم، ممكن ديرو الخضروات اللي بغيتو. من بعد ما غادي يتشحروا لنا او يتشوحوا لنا، غادي ندعو عليهم اللي بغيتو. بغيتو الدجاج، بغيتو هادي الكفته ديال الدجاج، ولا الكفته ديال لادانت اللي هو ديك الرومي، ولا اللحمه المفرومه اللي هي ديال البقر، وصافي اللي بغيتو. يعني اختيار كيبقى، يعني كل واحد على حسب الرغبه ديالو. غادي يعني غير يطيحو، ماشي غادي نطيبهم بزاف، غير يطيحو شويه، نزيد عليهم لحمه مفرومه. هانتوما يا حتى اللحمه المفرومه، نخلوها غير تنسجم معاهم، بعد عاد نزيدو البهارات. بهارات يعني فيها هذا اكيد ملح، فلفل اسمر، زنجبيل، كركم، شويه ديال يعني هذوك الاعشاب المنسمه، صد على الماء. من بعد كنزيدو لها واحد جوج معالق ديال معجون الطماطم. هذه طريقتي في الكراتان بيشاميل. كل واحد يعني انا بغيت نشارككم الطريقه ديالي كيفاش كنصاوبها، يعني كل شيء عارفها، كل واحد عنده طريقه. نقاسم معكم شنو غادي نديرو اليوم لفطورنا وعشانا. هادو العدد ديال مصر ما عندهمش بحالنا حنا في المغرب، كنحطو يعني هذيك لا سوب، ولا نحطو الشوربه، نحطو الحليب، نحطو هذاك الشيء كامل في الفطور، عاد من بعد كنتعشاو. وما عندهم كل شيء كيتحط مره واحده، كل شيء كيتحط مره واحده، كيديروا فطور وعشاء ومن بعد سحور. ما كاينش عندهم فطور وعاد من بعد العشاء، عاد من بعد السحور. انا في هذا الاثناء دايره الماء، دايره الماء باش الماء يغلي، باش نحط لي بات هنايا.
صافي كنبقى انا هكا كي قلت لكم غادي ندير البهارات، ندير البهارات، ندير القوام، وندير معجون الطماطم يعني جوج معلقات بحال هكايا، كيف قلت لكم انا بديت كندير البهارات، الكركم او الخرقوم، شويه الفلفل الاسمر، وجنزبيل، شويه الكمون، انا كندير شويه القرفه، شويه ماشي بزاف، راس معلقه، هادو بهارات ديال اللحمه، شويه قزبور ناشف، شويه تا هو راس معلقه، هادشي اللي كاين، ما كنكثرش في البهارات بزاف، باش نخلي لوغو ديال الكراتان يعني يبان، مذاق الكراتان يبان ديال البيشاميل. صافي كنزيد الملسن، اعشاب منسمه اللي بغيتو نتوما، يا صافي هادشي اللي كيكون فيها، معجون الطماطم، وندوزو باش نديرو الصوص بيشاميل. صافي دابا درت هاد لاصوص، هاد معجون الطماطم، جوج معلقات الطماطم الصلصة، هاديك صلصة الطماطم، صافي نطفيو عليها، وندوزو نديرو صوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل فيها هنايا درت فيها جوج معالق كبار ديال الزبدة هما، وربعة معالق كبار ديال الدقيق، غنحركوهم، النار تكون مهيله، كلشي كيعرف يدير لاصوص بيشاميل، انا عارفه يعني، وكاين لهنايا بزاف كيشروها جاهزه، ما كنبغيش انا تكون جاهزه، نصاوبها في الدار احسن. الحليب كنديروه يعني ماشي من الثلاجه، باقي يلاه شريتو مثلا، يعني ما يكونش في الثلاجه الحليب،
نحركها. المهم نبقى نحرك حتى كان يذوب الخليط كله ويتجانس، ومنين يتقال عاد ديك الساعه نزيدوا البهارات، نزيد فيها ملحه، فلفل اسمر، شويه ديال البهارات ديال اللحمه، ما كنديرش جوز الطيب اللي باغي يديروا اختياري، ما كنديروش انا. زدت هنا كيف قلت لكم بهارات، كنزيد الكريمه، الكريمه ماشي ديال الطهي، ماشي كريمه تكون حلوه ولا هذا، ديال الطهي كنزيد منها شويه. يعني هذه فيها 200، ما غنديرهاش كلها، غندير غير 100. وهذه اختياريه، يعني اللي بغى غير كتزيد واحد لوكو زوين. صافي انا غادي نسالي عليها هكايا، ونحط لي بات ولا المكرونه تسلق، ومن بعد غادي نشوفوا شنو غادي نديرو. هي بدات كتعقد لاصوص بيشاميل. بعد ما سلقت البنات هادي المكرونه ولا لاباط، لي بات درت فيها هذاك لاصوص البيشاميل. دابا غادي نجيب هذاك المول ونفرغ فيه شويه. باش تقاد ديال البنات هادي مزيانه من هادوك لاستيس، كديري هاد بابي الانيمونتير وكتقاديها باش كتضغطي عليها مزيان، هكا كتقاد بلاصتها مزيان، كتبقاش ليك يعني ملي كتبغي تقطعي المورصو ما كتكونش يعني مفرقه ولا هذا، ومنها ما توسخيش يديك وما كيلصقش فيه، ماشي بحال درتي ليغون كيلصق. جربت ليغون لقيت هذه احسن من ليغون او الكوانتي، كتفورم يعني كتقادي الفورمه ديالهم. صافي نحطو شويه الفرماج، كنفرغو المتبقى من المكرونه. كنزيدو على الفرماج، كندخلو على الفران مسخنينو. صافي كنزيدو على الفرماج، هذا فرماج موتزاريلا، رمضان موتزاريلا ميكس، يعني فيه موتزاريلا وفيه تشيدر وفيه هذاك الفرماج الاحمر، كيتباع هكا يعني كتكون بغيتي موتزاريلا بوحديتها، بغيتيهم ميكس يعني كيكونوا ميكس يعني مخلطين.
صافي. والكراتان بشاميل ها هي سالات، ندخلها غير الفران، تاخذ اللون ديالها ويدوب هاد الفرماج فيها، ونوريها لكم منين تخرج من الفران ان شاء الله. ها هي البنات خرجت، خرجتها من الفران يعني هكا كتجي. اكيد شي حد غيسولني علاش دايره في هاد لي جوطابل وما درتيش في المول عادي ولا شي صينيه عاديه. اكيد انا غادي نجاوب دابا قبل ما تسولوني. هادي غادي ياخدها معايا، ياخدها معايا رمضان البنات، رمضان اللهم تقبل منا صيامنا يا ربي. هادي غياخدها معايا، ياخدها تاني معايا ياخدها معاه راجلي، مع ما غاديش يفطر هنا، غيفطر على برا الطريق يعني، غادي يمشي للخدمه يعني، غادي أدن عليه أدن عليه المغرب وهو في الطريق مسافر هو وصحابو، وكل واحد جايب يعني متفقين كل واحد داير حاجه باش يفطروا، لان كيفطروا كيفطروا كيتعشاو، ما كيوصلوا حتى الغدا الفطور يعني. طريق من هنايا من القاهره لاسوان راه بعيده يعني، من هنا حتى داكشي علاش انا جاوبت قبل ما تسولوني، داكشي علاش درتها في هادو لي جوطابل، منها غادي ياكلوا فيها وغادي ترمى يعني، ما غاديش تخسر مع حتى شي حاجه. هذا اللي كاين. المهم هادي هي الكراتان ديال اليوم، نتمنى تعجبكم، نتمنى تجربوها وتعجبكم. ودائما كنقول لكم شكرا الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، تعليقاتكم الزوينه اللي كدعمني دائما. ومن هنا الفيديو واحد اخر ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.